محاولات يائسة من أجل إفساد العملية السياسية، هذا العنوان العريض الذي يجب أن يرفع. فالواقع العملي أن البرلمان يحاول قدر الإمكان البقاء لأطول مدة ممكنة، والعمل على تكريس نوع من النظام الفردي الذي لا يعرف تعريفه الأنظمة السياسية، ومن زاوية ثالثة يحاول إلهت وراء البقاء والبقاء والبقاء، حتى أنه قام بالعمل على عدم وجود مزامنة ما بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، وأصر في أن يكون هناك شهر من أجل إفساد الأولى حتى لا تحصل الثانية، فيبقى هم متمترسون بعد أن بقوا 7 سنوات عجاف في الدولة الليبية. وهناك أيضا عيوب جمة فيما يتعلق بهذه القوانين التي سنت، ومع أن في هذه العيوب سواء طب دكتور محمود خليني أقاطعك، هذا أكثر من عنوان وجميل هذا التفصيل، لكن قبل كل شيء أريد سريعا قبل أن أذهب للأستاذ محمود، نحن الآن نتحدث عن إقرار قانون للانتخابات البرلمانية والرئاسية من قبل مجلس نواب. طب هل نتحدث نحن عن مجلس نواب فاعل، عن قوانين فاعلة، عن قرارات ملزمة لكل المؤسسات، أم عن آراء فقط للاستئناس؟ يعني ما وضع هذا المجلس حتى بالنسبة لعدد النواب المجتمعين الذين أقروا قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟ العدد غير معلوم، فسر لي. نحن نتكلم على أجسام الأمر الواقع، ليس لها شرعية ولا قانونية، لا مجلس النواب ولا مجلس الدولة ولا الحكومات المتعاقبة، الجميع يعاني من إشكالية في الشرعية، ولكن أيضا هذه الأعمال أو هذه الأجسام غير الشرعية تعاني أيضا من إشكالية متمثلة في عدم المشروعية. والجمع ما بين الشرعية عدم الشرعية وعدم المشروعية أي أن أعمالها غالبا تكون غير مشروعة ومخالفة للأسس القانونية المتبعة دوليا ومحليا، وليبيا ليست بدعا، فهي لن تستطيع إعادة صناعة العجلة من جديد، وتحاول قدر الإمكان الساسة، هؤلاء نقصدوا وإن كانوا يسمون ساسة، بأن يحاولون قدر الإمكان القفز في الهواء. فالمحاولة بدل من أن يكون هناك توافق بينهم وبين مجلس الدولة، وبدل أن يكون هناك تلاقي بينهم وبين حكومة اعتمدوها وبين 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 أن ينتهوا نهاية حسنة تكتب لهم في آخر حسنة في تاريخهم، إن لم يكن هناك حسنات في تاريخهم السياسي، كان لزاما التوجه إلى هذا. ومع هذا صيغ القانون وكأنه استنساخ من القانون الأول الذي أتى بهم، قانون رقم 10 سنة 14، وأي أيضا كانت هناك مخالفات جمة، ثم أصروا أن يحشروا أنفهم فيما لا يعنيهم في تحديد الموعد، كان الموعد قد حدد أمميا وهناك قرار من مجلس الأمن بتحديده، فإمكانية التعارض ما بين المحلي والدولي مدعاة إلى القول إلى إعمال الدولي بدل المحلي والتوجه إلى ذلك. ابقى معي دكتور محمود لو تكرمت. أهلا ومرحبا بضيفنا الأستاذ محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية. أستاذ محمد سعداء بوجودك معنا في الاستديو 9. اهلا وسهلا بك وتحيه طيبه لك ولكل الساده المستمعين ولضيوف الحلقه. حياك الله استاذ محمد. ما هو موقفكم مما صدر عن مجلس النواب فيما يتعلق باقرار قانون انتخابات برلمانيه ورئاسيه؟ مجلس الدوله ومجلس النواب انتهت شرعيتهم منذ زمن طويل جدا، ومن أضفى الشرعية على مجلس الدولة ومجلس النواب هو مخرجات منطقة الحوار السياسي التي تم تضمينها بقرارات مجلس الأمن الدولي، وهذه المخرجات تلزم الجميع سواء كان مجلس الدولة ومجلس النواب في مسألة إصدار أي قانون أو أي قاعدة دستورية بمسألة مهمة وهي مسألة التوافق. إذن نجاح العملية السياسية في ليبيا والتنفيذ ونجاح أيضا في تنفيذ مخرجات منطقة الحوار السياسي مبنية أساسا على التوافق، وتعتبر هي العمود الفقري لنجاح العملية السياسية. وبالتالي يعني مسألة إصدار أي قانون من إحدى المؤسسات دون التوافق مع الجسم الآخر هي والعدم سواء. وما يعني يدور اليوم من تحليلات وأيضا من طبعا خيارات يريد مجلس النواب أو مجلس الدولة فرضها على المشهد السياسي، لا أعتقد أن ذلك سيؤخر أو يقدم في المشهد السياسي في شيء. أفهم منك يا أستاذ محمد بأن اجتماعات مجلس النواب وما يصدر عنها لا قيمة لها؟ لم يكن لها أي قيمة دون التوافق مع مجلس الدولة، باعتبار أن المجتمع الدولي هو من يدعم مسألة التوافق، وهذا جاء عن طريق طبعا يعني مخرجات التي تم التوافق عليها
بين الأطراف المتنازعة على السلطة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهي من يدعمها المجتمع الدولي، وهذا كان بشكل واضح وكبير جدا من خلال يعني كل التصريحات التي يعني يصرح بها القادة السياسيين على المستوى الدولي، وخصوصا في الاجتماع الأخير، في الاجتماع الذي جمع طبعا فريق من المجتمع من مجلس الدولة ومجلس النواب بمدينة بوزنيقة المغربية، والتي حتى من خلالها السفير الأمريكي السيد ريتشارد نورلاند على مسألة مهمة، وهي مسألة التوافق التي بنيت عليها كافة مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. ابقى معي أستاذ محمد، ابقى معي لو تكرم. تمام، ابقى معي لو تكرم.